ترى ماذا بإمكاني أن أقول لك؟ نستيقظ في الصباح على الساعة 5، وفي الواقع ليس من السهل الاستيقاظ مبكرا. درجة الحرارة في النفق لا تطاق، وفي هذه الحرارة الشديدة يستمر العمل 10 ساعات. أنا تركي الأصل، وأقدر عاليا جهود الأشخاص الذين نجحوا في تشييد كل هذا على الرغم من بساطة الوسائل التي كانت بحوزتهم. أحييهم على ذلك. ومقارنة بما كان عليه الحال قبل 200 سنة، الأمر بالنسبة إلينا أكثر بساطة بفضل التقنية التي بحوزتنا. سبق لي أن اشتغلت في بناء أنفاق أخرى، لكن هذه المرة الأمر بمثابة التحدي. العمل داخل الأنفاق مليء بالمشكلات، وبفضل تجربتي أحب مجابهة هذا النوع من المصاعب، ولهذا أحب كثيرا العمل من داخل الأنفاق. سوف أذهب أيضا إلى أفريقيا، أتجول فيها وأحفر آبار المياه للناس هناك. أشتغل في هذا المكان منذ 5 سنوات، وفي هذه الحاوية سكني ومأكلي أشعر بالملل في بعض الأحيان. الآن لا أبدي أي احترام للمشروعات الأخرى. Thank you.